انا عندي ابني مريض عنده شلل نصفي ضمور في المخ، بس انا المعامله بعامله معامله احسن من ابني التاني. هو نفس السن بس هو طبعا واخد كل الحنيه والحب وكل حاجه، بس الناس بتقولي حرام هتتحاسب عليه. هل فعلا انا هتحاسب عليه ولا عادي؟ ده ضرب السلسله حرام ولا لا؟ بالنسبه للشخص المجتهد انه بيسعى انه يجتهد في الدنيا، وبيجي حد يعرقل اجتهاده ده او ياخد رزقه، فعايز اعرف حكم الشخص الصبور اللي هو بيصبر على انه الحد ده بيعرقله، يعني يصبر لغايه امتى؟ يعني يفضل يصبر ولا يمشي من المكان اللي هو في اكل عيشه؟ احتفاليه بالمولد النبوي الشريف، بعض الناس التبس عليهم اللي هي في 12 ربيع الاول، واحنا كنا عاوزين نبين احتفالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، مش وقت محدد بس اللي احنا نحتفل في هذا التوقيت. وطبعا الثابت عند بعض الناس اللي هو في ربيع، ولكن لا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الانسان، والثابت والراجح انه توفى في هذا الشهر. فريت حضرتك برضو توضح لنا الامر برضو في هذا الامر، وجزاكم الله خير. انا دلوقتي واحده شغاله وبختلط بزمايلي معايا في الشباب في الشغل، انا عايزه اعرف حكم الدين في الاختلاط معاهم دوت. يعني انا مفيش تلامس اكيد يعني، بس عايزه اعرف الاختلاط ما بيني وما بينهم، ان انا اتكلم معاه او ان انا اكلمه مثلا على الواتس لو انا محتاجه حاجه او كده. انا عايزه اعرف بس حكم الدين في كده. انا كنت عايز بس اسال في موضوع الجواز، الذهب لما مثلا والد العروسه مثلا يجي يقول انا عايز ذهب بقد كده، هل الموضوع ده هل هو حقه ان هو يطلب بقد كده، او الموضوع ده له علاقه بالحلال وبالحرام، ولا الموضوع عادي؟ يعني ده اللي انا بس عايز افهمه. انا لو بقرا في القران وغلطت فيه مثلا، قلت حرف غير الحرف، هل ده مثلا حاجه يعني بالنسبه لي كده يبقى حرام عليا، ولا يعني اقرا على قد؟ انا اولا مش متعلمه، واخد بالك؟ فانا بقرا على قد ما اقدر.